كثيرا كنت أوجه وأتابع على مسألة المجاري ومسألة تصريف المياه. لدينا مشاريع كثيرة ولدينا إنجازات والحمد لله بدأت تنهض. المنتجع ما عدم الجوال والكاميرات في قطر تستفاد منها ليش يجي؟ ألا ما تخافون منه ضمير ما عندكم؟ كثير مشاريع الاستثمارية اللي قاعد تصير في بغداد أنا أشوفها مشاريع عبثية. أولوية لدينا الآن تقديم الخدمات إلى المواطنين، إعمار البلد إن شاء الله مرة ثانية، إعمار البلد إن شاء الله مرة ثانية. لذلك أنا أقول لك صراحة ما مسموح لنا الخدمة، أبد ما مسموح لنا الخدمة. المواطن هو الذي يدفع الثمن، ولا حلول تلوح في الأفق. في بلد إيراداته بالشهر 10 مليار دولار، موازنات انفجارية، واقع متردي لا يليق، ماكو شيء منجز يوازي حجم الإنفاق. الفوضى، العشوائيات، الأوساخ. هوالي أبو يا غرقات جواري احنا. الحكومات اللي مضت كلها من 2003 لحد الآن ما عندهم استراتيجية، ما عندهم خطط. لأن هاي أول مطرة مدة ساعة بغداد غرقت بهالطريقة. أما المداخل فهي بائسة بكل ما تعنيه الكلمة. بائسة. يوسفنا شوف في بغداد عشوائيات، يوسفنا في بغداد شوف ازدحامات غير مبررة. غير مبررة. اللي عنده حلول لهذه المشاكل أهلا وسهلا بتوقيت زمني معلوم.